السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انترتريكو وحالات عافيماد وخطرت هذا يهاليست هذا له كلين كلا ده هوست هذا تمها كسوا بحمرك الله حيرو اما كينا لغو حيرو حنون كان بعدش وانا سبب تموقال كمان تاينو قد ديقينو haddaba waxa laga yaabaa marka lagu yiraahdo kiliinkilada timaha ka soo baxa hadaad xiirto xanuunkan baa dhalanaya xanuunkan waxa la yiraahdaa luqada caafimaadka superficial inflammatory dermatitis wakar ya xanuun ka bilaabma goobta timaha laga xiiray ee kiliinkilada hoosteeda كدبنا قف كويس حقه كعنتا وكل حقه يانا يعابو قي يشيرمس أي وضعته كدبنا قف كويس دع وكل فلوب قريون حنون إن ماشي مركز أي هوردو دير كيو كدعو دبعت هاي تماتو مركز كوبان مركز إنه لا إن هاي تما هاس أول حيرة أي حنون كرشة وحلاقة يا باين أي سؤال بدل ما ده حاق صوردان وارتما هانتاس خوردان بايس كحيرة وابنا ده فطرة تمهن قف تمه هدي سنة يا مشري محيو كهلا يا والله جاي يا وين استراحة قف كاني مستوى حسكا وسكا ورانا يا وهو هذا العن مال حيسن هذا ما وقلت سدا سماينا إنه سدا إنه سماينا إنه وقلت عفيماتكو وحو كهلا دباتادو هير كاي كبلا مكرتي هير كاي كودا ما كرتو تمه قف تاك صباحا شركي أنا وحو قبطان وحليه reduce friction وحي كاير عليان لبادا مقار اي قيب تصريعي كعانتا اي قيب تاقودوه إلا يسحقان اي كاير عليان وشيدادا تيمو هالكا يقصوا بحين واتاس هادا ما محا حالا نضافة دار هاي كيان ايان بايرو نيري هادا اي ديرادان وديباتا اي من كرتا محالا سماين ايان تيمو هنوال رفا وانا رفتا oo aad gacanta ku riftaa oo aanad xiirin rifitaa kaad rifayso yaani hi gacanta aad ku rifaysaa oo inta qabataad goynaysaa gacanta aad ku goynaysaa laakiin makiinad iyo mashiin minna isticmaali maysin maxaa markaas marka la rifayo maxaa faa'iidadu ay tahay koow nadaafad darradii meesha way ka baxaysaa timihii dhaadheeraa meesha way ka dhamaanayaan laba waxa ku soo haraya timo yar yar oo xaada oo still friction key ka cilinaya تبي هنا واس كشرتين مقال كنا ينوس حقه أو فريكشن كيماشة ويا ما عندهم ما دعيسون وولي وح حاد بقى ماشي كوجس حدين هل كماكينات وح بقى وضع شرايسون مشين كوح بقى وضع شرايون مرحلة الكلام أي فائدة أقول لي هذا هاي إلا الرفاع وح يتهاي تبي هي بان أتكانين أو ماكينات مركز تمها أتكون حيرتو waxay keentaa inay timuhu adkaadaan ay dhagax noqdaan isla markaana inay culcul ad ka dareento meesho fiican yahay ay ka soo baxaan kadibna gacantii aad ku xuqdo markaas timaha goobta ka soo baxa ha xiriirin dhibaato caafimaad ba ka iman karta ee rif oo gacanta ku rif faa'iisad faa'iidadiina aad u hesho dhibaatadiina aad uga fogaato intaasan ku soo urunayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh